حقيقة عودة مريم سعيد للان بي سي، مفاجأة سعد المجرد ومحمد رمضان، ابتسام تسكت في صراع عائلي، عيش عياش في قبضة الشرطة. Voici l'espoir. حقيقة عودة مريم سعيد للان بي سي. تناقلت العديد من القنوات الإخبارية خبر عودة مريم سعيد للان بي سي بعد تفجير خلية ملف حساب حمزة مونبيبي، إلا أننا بعد البحث في الخبر تأكدنا بأنه مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة، بالإضافة إلى أنها لم تقدم أي شكاية بخصوص الحساب المثير للجدل كما يدعي البعض. مفاجأة سعد المجرد ومحمد رمضان، بشرة سارة لعشاق حامل الراية المغربية في فئة الأغنية الشبابية سعد المجرد أو المعروف في لقب المعلم، والأسطورة محمد رمضان، الاثنان يستعدان لتصوير فيلم يجمعهما معا في القريب العاجل خلال سنة 2020. ابتسام تسكت في صراع عائلي. الاصطدام يخيم على عائلة ابتسام تسكت بعد نشر أخوها عادل تسكت تدوينة على حسابه بالانستغرام تقول: الملكة وحشيتها يفتتحون صالة ألعاب إلى جانب صالة الألعاب الخاصة بي مجانا بنية قطع رزقي، لكن الرزاق هو الله، وهذا باختصار بسبب عدم تلبية طلبهم بطلاقي من زوجتي. وبعد عدم تحقق مبتغاهم اليوم اصطدموا بتلقي استدعاء من الشرطة اتهام أمي لي بشتمها وسرقة ممتلكاتها، حسبي الله ونعم الوكيل. عيش عياش في قبضة الشرطة. بعد إصدار السلطات المغربية مذكرة دولية لإلقاء القبض على عيش عياش التي تقيم بدولة الإمارات لتورط اسمها في خلية الحساب المثير للجدل حمزة مونبيبي والمتخصص في الابتزاز والتشهير والدعارة الراقية بين قوسين، تم القبض عليها وهي تحاول الهرب إلى تركيا. وما سهل هذا الأمر هو الاتفاقية الموقعة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة حول التعاون القضائي لسنة 2006، والتي يسمح بموجبها بتسليم المتابعين قضائيا في كلا البلدين. ونجدد الإشارة إلى أنه أصبح يتابع في ملف حمزة مونبيبي عدة أشخاص، من بينهم اليوتيوبرز المعروفة بسكينة غلامور المتواجدة حاليا خلف القضبان، إلى جانب كل من المراسل للجريدة الإلكترونية ومالك وكالة لكراء السيارات والشرطي وطالب، في حين تتابع كل من الفنانة دنيا باطمة وأختها ابتسام في حالة صراح مقابل غرامة مالية، والتي ما تزال في تزايد مستمر. Voici l'espoir.